ضيفي كان هو قائد فريق الكوميديانات الجدد في السينما المصرية. أفلامه غيرت شكل الصناعة وعملت أعلى إيرادات. أنت مهتم جداً بالمشاركة في صوتك في دبلجة الأعمال الأنيميشن. إمتى ممكن تنتج عمل أنيميشن؟ هقول لحضرتك خبر إكسكلوسيف لحضرتك. كنت على علاقة عاطفية ببنت من كينيا. اليوم اللي قررنا فيه إن أنا أقابل باباها، أبوها أكله الأسد في اليوم ده وكانت مشكلة كبيرة. لا أنت متعصب. زمان جيلك سيطر على السينما كلها. الجيل الجديد دلوقتي سيطر على الجيل بتاعكم؟ اللي حصل حصل يا حبيبتي، ما تفكرنيش بيه الله يخليكي. تقر وتعترف ان انت واشرف عبد الباقي وشكم ما كانش حلو على بعض قوي في الافلام؟ علاقه الصداقه اتقطعت باحمد ادم بسبب اتهامه ليك زمان بسرقه افهاته. انا ممكن اسالك سؤال في نهايه البرنامج؟ وايه يا اختي حكايه الحبر السري اللي انت طالعه لنا فيه ده؟ النجم محمد هنيدي في حبر سري مع الإعلامية أسماء إبراهيم الخميس والجمعة 13 و14 يوليو الساعة 10 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.